طيب الكابتن التاريخي لفريق سان داونز كيكانا هيوجه لك رساله، ونرجع نطلع نشوف هذه الرساله ماذا يقول الكابتن التاريخي لنادي سان داونز لبيرسيتا، ونرجع نكمل. Hello Percy, my name is Tom Fogega and I'm your former captain. Yeah, I just want to wish you all the best, man, in El Ahly team. I know you're gonna continue to make us proud. Wish you all the best, my brother. I'm your biggest fan. I know how hard you're gonna work in that team. More than anything, make sure that you enjoy the game. Don't forget to put on the smile every time. I know you would. I know you will enjoy the game. I know you work very hard. Keep scoring those goals. We're watching and continue to enjoy, my boy. Keep going. بيحبك جدا، الناس في جنوب افريقيا بتحبك جدا برضو. كي كان واحد من او القائد العظيم او الاكبر في نادي سان داونز، اعتقد شيء جيد، ما زلت على علاقه جيده به. نعم that's true. He's نعم هذا حقيقي، انه احد الاشخاص الهامين في مسيرتي المهنيه، والمرحله التي وصلت اليها لعب دور كبير جدا معي، وكان حريص علي وعلى طريقتي وعلى أن يرعاني، وكانت هناك الكثير من الحوارات بيني وبينه، وقال لي ماذا أفعل، كيف أتحرك، كيف أحرز أهداف، وسأكون ممتن لكل النصائح التي أعطاني إليها، وأنا متأكد أنه ما زال يريد أن يستمر في ذلك. لدي علاقة قوية جدا معه، وأنا دائما متواجد بالنسبة له، وهو دائما موجود بالنسبة لي، وأنا فخور للغاية لأن أكون لعبت معه.